اهلا وسهلا سامي. الو، ام علي، اي معك طال عمرك. والدك؟ ما ادري والله. ارح في جنب رجلي، ارح في. يا مرحبا وسهلا، حيد الصوت. حياك الله يا الله يجعلني في درجة. لا ايش حالك؟ جاني قبلك بخير دمك. اساس طيب اجعلني في درج ليز. والله بخير والخير. بتني عنك عن فراق. والله بخير ان جاني في درجة. لا ايش حالك انت؟ اساس طيب وايش حال ابوي واخواني؟ كلنا بخير دمك بخير يا فادي. عاش والله ما سمعت الصوت. اي سيام بعد. الله يجعلني في درج ليز. الله يجعلني ما افقد صوت سيما. ولا كذك يعني. الله يجعلني بداعش. مرحبا والله ومسهلا. انا الشباب كلهم يسلمون عليس وعلى ابوي. الله يسلمك يا امي. يا عين امك. الله يجعلني كلهم. الله يسلمك من الشر ان شاء الله ويطول عمرك ويخلي لي جاني بدرج ليس. ويخلي لي. يا مرحبا والله ومسهلا. يا ام علي. سم. اعطيني ثلاث سلبيات في علي. والله علاوي ولا سلبيه لا تفكر. ما فيه ولا شيء. لا والله نحمد الله. تستاهل يا علي. طيب ام علي عندك 300 نقطة الواحد غير علي. الله يسعدك والله. كيف يعطيني الشباب كلهم على 100 نقطة وعلاوي عطاك؟ الله يسعدك. ما سمعت ترى. ما سمعتك ام علي. علاوي عطى 500. الله يسعدك. ويد الشباب على كل واحد يعطيه 100 نقطة. كل واحد كم 100؟ 100 نقطة. الله يسعدك. 100 نقطة طالبك ما تردها. والله ابشري بس سعد كل واحد 500 ما هم 100. اي والله بيض الله وجهك يا ام علي. الله يبيض وجهك. جزاك الله خير. بيض الله وجهك. وانا اتبرع بنيه تعلمي اخويا ان شاء الله. الله يرضى عنك. جزاك خير ويتقبل منك. جزاك الله خير يا ام علي. وياك اسعدتينا باتصالك. الله يحفظك. اللهم امين. اي والله امين امين امين. اللهم امين. انتم عندكم كنترول علمونا اذا اخو فلان وام فلان تبلشونا كذا ما ندري. بعد ما تدرون. ويجزا الكنترول خير. والله العظيم هم اسعدوني. فوق ما اسعدتني الحاله يوم تقفلت والله الذي لا اله الا الله. اليوم ان كان جاينا علي ولد، كني متزوج وجاينا علي ولد. تستاهل يا حبيبي. سنه وطيب. لبيه. ما اقدر والله الوقت والله. خلاص خمس ابي التزم. خمس اتصالات. جعلك تسلم. خذ ناخذ اتصالين واذا صار في وقت ناخذ اثنين زياده. جعلك تسلم. طيب يا اخواني عشان بس لان قربنا نختم الموضوع الاول واضح ان اخواني ترى درس لنا جميعا. ان الانسان في حياته قد ما يقدر يكون يعني حليم. في الحديث ترى انما العلم بالتعلم والحلم